اهلا بيكم في نفسنا جوت تالنت، وزي ما انتوا عارفين احنا وصلنا لراوند 2 تا 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 تا. وفي راوند 2 كل حلقه معانا 3 متسابقات. ان 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 كل متسابقه هتقعد مع واحده فينا وهي ونصيبها هيطلع لها مين فينا في قرعتها. ده 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 دم طش طش ده كده الملوخيه طشت خالص. طيب تعالوا نشوف كل متسابقة طلع لها مين فينا. كل متسابقة بتستعد لنفسنا، كل واحدة ابتدت تحضر أسئلتها وتذاكر مرة واثنين وثلاثة عشان تكون جاهزة للتحدي. تمام أنا كده جاهزة. أنا بقى جاهزة. خلاص أنا كده تمام. وبعد ما جهزوا واستعدوا كل متسابقة هتختار ظرف يكون فيه اسم المذيعة اللي هتختبرها. يا ترى مين هيبقى قصاد مين؟ قلتلكم هيجي اليوم اللي اقعد على الترابيزه دي لوحدي. فشرتي. ماشوا من المنافسين اللي بيحسدوني. لا قاعدين على فكره. وهقلع الحاجات اللي لابساها لهم عشان تقلع عينيهم. لا يا حبيبتي قاعدين بعد الشر علينا. ولا كانكم سامعين. الميكروفون معايا ومعانا دلوقتي. انا في حلبه المصارعه دخلال المتسابقه هتحاورني وحاورها. اندرتيكر. ما علينا ولا كان حد بيتكلم. على فكره احنا قاعدين وبنتكلم وهنتكلم. رديتي ام بدرية. بدرية بصي لي كده ومالكيش قرار. بصي لي هقول لك حاجه. بيري منصور تتفنزل. انا متحمسه جدا وخايفه وبدعي ربنا يا رب ان انا اطلع واحده من البنتين. يعني اكتر واحده خايفه منها جوه هي بدريه. كومنتاتها ورياكشناتها وكلامها بيري. اما يا ام وشين يا صفرا. انا كنت خايفه مني يا بنت. ليه؟ عشان انت الوحيده اللي بتجيبي حقيقتي. بصراحه بجيب المستخبي كله هرشاكي قوي. يلا بينا نبدا. يلا بينا. جاهزه؟ يلا بينا. أنا جاي واسألك يا جميل. لو ماشية في حفلة وانت ضيفة الشرف فيها والشوز بتاعك اتكسر في وسط الحفلة والحظ بقى ان انت لابسة يعني دريس قصير مثلا او حاجة قصيرة هتعملي ايه؟ واحط تحت بطي واكمل. عادي. ايه المشكلة؟ عادي كده؟ عادي. السؤال ده ما تسأليهوش لبدرية، لأن بدرية ولا هيفرق معاها. تحطه تحت باطها، تحطه في شنطتها، تجيب كيس وتحطه. أصلاً بدرية أنا. بدرية ما بتلبسش شوز، بتلبس شبشب أصلاً. عشان بس تبقى عارفة. وبعدين بدرية ما بتروحش حفلات والكلام ده ومؤتمرات. فأنتي سؤالك غلط. سألي الشخص الغلط. غلط. لو يا بيري اضطريتي تجيبي هدية لحد بتكرهيه، هتجيبي له إيه؟ وانا اصلا بكره اجيب له هديه. ليه؟ ما اكيد هستخسر فيه فلوس. اضطريت اضطر بقى قدام الناس والاصدقاء عيد ميلاد امه. يلا نجيب له هديه. اجيب له هديه؟ اقول عادي كده؟ احط له حاجه ممنوعه وابلغ عنه في اول كمين. بمبرارارم بم بم. دي هديه؟ ما قداميش حل. والفها له بقى في حاجه كده شيك. ده انت مؤذيه قوي يا كريم. ما بكرهه اصل هجيب. مش كفايه اني بكرهه وهجيب له هديه؟ ده كفايه. ما تجيبيلوش خالص احسن. ما تجيبيله هديه. طب ما انت اذا اضطريتي. إذا اضطريتي توديه في داهية؟ أيوه أوديه في داهية وأنا بكرهه. لا ممكن تجيبي بقى بنس حاجة كده فاهمة، حاجة كده يعني قلة قيمة، لكن إن أنت تلبسي الواد كده تضيع مستقبله. ده أذى. ما على حسب بقى درجة الكره يا شيماء، يعني لو بكرهه قوي هتجيب له فرش. فرش جزم. لو نص نص هتجيب له نص فرش. فرش جزم. فرش جزم. طيب لو عريسك يوم الزفاف وأنتوا جايين بقى للتورتة، أم ماسك التورتة؟ أنا شاكة في السؤال. يا لهوي يا بدرية. هتعملي في ايه فيه؟ اول حاجه هعملها هروح اجري احضن امه. غلط يا بيري. الحل انك تجيبي التورتايه الدور الثاني تخبطي بيه. لينسز ده طبعا. اكيد طبعا.
يعني انا مولوده عيني زرقاء يعني؟ لا وايه وعامله زي الرجل الاخضر؟ مولوده يعني ازرق مركزه كونيه يعني؟ يعني مش من العدسات اللي هي يا بنتي يا شيماء مش من العدسات الغاليين الحلوين دول باظين. طب والله غاليه والنعمه باظين عاملين البلاله. والله غاليه والله قلبينك بلاله. هي دي وحشين مش شايفه من بعيد. بس انا يعني ما بحبش اللانسز. انا افضل تبقي على طبيعتك. ولا انا هتكوني احلى اكيد. عندك سؤال تاني ليا ولا تفضلي تتكلي؟ تفضلي تتكلي على الله. تتكلي على الله. لو معاكي واحده في البرنامج هتطيري مين فيها؟ واحده فينا احنا الثلاثه. تطيري مين وتطيريها ازاي؟ بدريه شيماء هدي. هتقولي نقول هدي. هدي ليه وازاي؟ ازاي دي؟ لا دي ما اعرفهاش. مش هتخططي؟ هتخططي تخطيط مختلف خالص. مثلا تعملي نفس الشكل بتاع الشعر بتاعها فيبقى في اتنين شبه بعض فتطير هي نفسنا عليكي يا هدي. دي هي عارفه لا تيب شيماء ولا تيبي فهي قالت تيبي. لا هي عارفه ان احنا هنفرمها. لا يا بدريه لا 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 اهدي يا شيماء. كتقول بس خدي بالك انت هتطيريني بس كده شيماء. استني استني كتقول استني بس انت هتطيريني وهتيجي تقعدي. بقول لك ايه شيماء لقت هدي طيبه مش بتاعتنا. مش هقدر عليهم. هتعملي ايه مع الاسدين؟ يعني انا بسد انت هتسدي؟ أيوة. لا بصراحه لا. خلي بالك هدي دي تبان بسكوته بس هي محطوطه. هدى الجن هدى الجن. شكرا يا بيري. تقدري تتفضلي. ميرسي يا بدريه. المواجهه كانت صعبه جوه علشان خاطر بدريه من النوع اللي بتعرف تجيب مداخل الانسان ومخارجه كويس قوي. فكنت خايفه منها عشان كده خايفه ما اكونش موفقه في الموضوع او خايفه ان انا يعني ما اكونش قد المسؤوليه. دلوقتي شيماء جايه مع المتسابقه استنوك. رجعنا لكم بعد الفاصل. ودلوقتي جه وقت النفسنة بتاعتي أنا مع النفسنة بتاعتي أنا. وقبل ما أقولها تيكي أحب أقول لكم إن أنا بكره الكرسي اللي أنا قاعدة عليه ده وما بحبهوش. أنا بحب مكاني هنا. ومش هقول زي بدرية إن أنا فرحانة إن أنا خدت الترابيزة لنفسي. أبسولوتلي أنا في قمة تعاستي إن أنا قاعدة من غير صحباتي المنفسنات. اتفضلي يا أسماء. أكتر واحدة خايفة منها أكيد هي اللي أنا هقابلها يعني أكيد هتكون شيماء. ربنا يستر. خايفة ما كنتش قدها ما كنتش قد نفسنا بس إن شاء الله بإذن الله يعني هعمل إيه. أهلا. طب قولي لي ليه قلتي الكلام اللي أنت قلتيه عني بره؟ أنا ما قلتش حاجة وحشة عنك والله. لا ده هم قالوا لي هتخافي من مين جوه؟ قلت لهم أكيد اللي هقابلها يعني المنافسين اللي هقابلها فأنت اللي طلعتي في حقك. طب وأنا بخوف؟ الحمد لله إن أنت اللي وأنا بخوف؟ لا ده أنت عسل. مش أنا قطة؟ والنبي عسل. ولا بطة؟ لا يا سوم. حلو يا سمس. أحبك أنا. أحبك في الأخضر. طب يلا عندك سؤال تسأليه لي؟ اتفضلي. إيه أكتر مثل شعبي بتحبي؟ اقلب القدرة على فمها تندلي الفم منها. ده بحبه قوي. الفم منها؟ ده مثلا حقيقي واقعي. لا البنت ما كده كده هتطلع على مامتها. ايه يعني في جديد عشان نعمل له مثل؟ ما هو دي حاجه احنا عارفينها. امال هتطلع لمين اللي خالتها يعني؟ وليه القدره تتقلب على فمها اصلا؟ ما كده كده الوضع ده طلع لنا احنا موضوعنا. طب قولي بالظبط. شاطره يا اسماء. ده التكنيك بتاعي في فقرتي زي الفل. ولك انا لوحدي احنا مالناش دعوه في حاجه. كانوا جم قعدوا لو عايزين يتكلموا. قولي لي مش عايزين نقطع عليها. لا نقطع عليها. اشمعنى هي وانا قاعده مع المتسابقه اللي معايا قطعت عليا؟ طيب عايزاكي تغني لي اغنيه فريحي بطريقة محمد محي. عدمك أنا إيه؟ والله إيه؟ والله إيه؟ كده أنت خليتي عليا عمري اللي راح ولا إيه عمري اللي راح؟ أيوة بقى أيوة 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 كفاية حلو ده. احنا اللي هنكسب يا أسماء. خليكي بس أنت معايا وسيبي لي نفسك. والله معانا على الخط. يلا طب يلا هتوديكي ورا الشمس والقمر يا أسماء. مالناش دعوة. لو البيست بتاعك اللي بتحبيه قال لك إنه هيتجوز وعايزك البيست مان بتاعته تعملي ايه؟ البيست بتاعي البيست فريند. هو مبدئيا انا مخطوبه بس عشان نبقى ماشي. لو خطيبك قال لك ان هو هيتجوز واحده ثانيه عليك وعايزك تبقي صاحبته بس هتعملي ايه؟ لا ده انا اظبط. لو هو صنن بتقولي صنن. بتقولي لو هو صنن. قالت له فيها ابراهيم. لا ما ينفعش. يلا كملي اسالي. لو عربيتك عطلت
وانت يعني ركبتي مع سواق تاكسي والسواق التاكسي ده عارف ان انت ممثله بقى وعلى قلبك قد كده ومكنزه وجي راح قايل لك ايه مشوار مثلا من شبرا لل مش ما حته قريبه ايا كان يعني ب 20 جنيه المفروض وقال لك مثلا 50 ولا 100 هتعملي ايه؟ اقول له والله العظيم ده انا عندي الكلى ده انا بغسل كلى وبغسل كبد كده بقى هتعملهم لنلي نلي او اقول لك شيرين شيرين يلا استني ده انت عندك ورك نيلي وورك شريان عندك ينفع كده؟ نيلي نيلي شريان شريان ردي عليها قولي لها شوشو حلوه ده انت فرقه رضا كلها قولي لها شوشو حلوه شوشو تعمل فوازير رمضان عايزاك تنفسني بقى بجد؟ خش على ده من احلى احلى بالظبط احلى فوازير كوميديه تتعمل في رمضان ده كبيره الفويس اوفر زي الفل خلينا احنا مكملين مع بعض قولي لي لو انت بس السؤال ده اجباري اوكي لو لازم علشان تقعدي على الترابيزه دي تطيري واحده مننا تطيري مين اطير اللي شبهي بقى عشان اخد انا الجو مكانها كل عايز يطير ويجي الغلبانه لا ما تقلقيش يا حبيبتي انا جنبك عايزه تطيريها ليها اسماء ما هو ما ينفعش اتنين حلوين يقعدوا في مكان واحد قصدي كده انا وحشين دي حلوه زيي قصدي ان انا وبدريه وحشين لا انا ما قلتش كده انا قصدك ايه ده على اساس ان انت في حلاوتي مثلا نفسيني مثلا انت حبيبتي شعرك ضربه اكسجين باين جدا هي دي مولوده اصلا كده لا طب ما انا بقى هوريكي لا انا اقدر باكسجين اقعد دلوقتي كل حاجه بس لا اوريكي صوري برضو وانا صغيره انا وانت صغيره اما كنت كارته كده شفتها ما انا عارفه لا شعري طول عمره اصفر بس بقى اصفر ايه شعرك كان اخضر اساسا وكان مأمن يا حبيبي ايوه يا حبيبي شايف ماشي طيب ماشي شوفي يا اسماء شوفي يا اسماء يا قمر انت صحيح اموره وصحيح عسوله وصحيح طيبه وانا مش عايزه ابقى يعني من نفسنا قوي قوي عليكي ولكن هدي هي الاصل فانا مضطره اقول لك مرسي وقتك خلص لحد كده عشان انت نفسنتي على هدي قوي 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 وانا بحب صاحبتي مرسي يا سوما مرسي ليك استنيني بره هعمل اللي بابا ما عملهوش يلا مفيش الجو كان لذيذ قوي ما كنتش متوتره الحمد لله وشيماء لطيفه ودمها خفيف اي نعم كانوا عايزين يوقعوني في الغلط معايدي بس تمام يعني انا مبسوطه طيب انا نفسنت على قد ما قدرت ولكن بما ان كلهم بقى عايزين يطيروا هدي فانا هجيب لهم هدي هي بقى اللي تطيرهم استنونا بعد الفاصل مع نفسونا صغنونا من هدي ودلوقتي جه معادنا مع المتسابقة المنافسنا رقم 3 اللي وقعت من نصيبي وقرعتي هي ميرا ونقولها تتفضل زي ما حصل المرة اللي فاتت انا اول ما دخلت برضو كنت متوترة قوي بس اول ما بقعد معاهم بتكلم معاهم هم اللطاف جدا بحس ان هم بيسحبوا التوتر مننا يعني ده اللي حصل معايا المرة اللي فاتت ايه الحلاوة دي؟ ميرسي عاملة زي كده البنوتة الكوكات الصغنطوطة والورد هنا وورد هنا وحركات يعني مش سهل جاهزة؟ إن شاء الله نبدأ بالأسئلة هتسأليني سؤال وأسألك سؤال ماشي مين هيبتدي؟ هبتدي أنا يلا بينا عمرك قعدتي في مكان وكنت عايزة تعرفي الحوار اللي بيدور في الأوضة اللي جنبك وتصنطتي على حد؟ طب إيه فين وإزاي؟ اتصنطت زمان قوي على بابا وماما بابا وماما شخصيا عشان انا كنت بحب بابايا جدا وبعدين كنت بقعد اسمع هي بتقول له ايه عشان هو بيحبها كل الحب الغريب ده يعني انا عايز اعرف فكنت بسمع اي حاجه مثلا تقول له اي حاجه حتى لو بتكلموا حاجه في مشاكل او حاجه عن البيت واجي تاني يوم اخد نفس الاتيتيود واقول له نفس الكلام عشان يحبني زي ما بيحب ماما يا حرام دي قلوده زيك يا هيتي انت من التجمع قلوده من ميه صغنطوطه طيب عايزه اسالك بقى لو انت مع حبيبك او جوزك وطلعتوا اتعشيتوا بره والدنيا لطيفه جدا ومروحين بقى بالليل وماشيين وفجاه كلب هوهو عليكوا فسابك وجري وبيندهلك يعني بيقول لك اجري لا عايزه اقول لك ان ده اصلا مش هيبقى حبيبي عمره ولا جوزي لان قبل ما يبقى حبيبي او جوزي هيعدي باختبارات كتير فمن اهم الاختبارات انه يبقى راجل
ومش جبان، فلو الاختبار ده فشل فيه انا اصلا مش هوصل معاه لمرحله ان انا اخرج اتعشى معاه، هيبقى خلص من بدري بدري، مش هستنى. يعني هي دي اول مرحله كده، اول ما يجي يقول لها عايزين يطلع الكلب نجيب له الكلب هو. لا لا بس يعني اخدتي بالك وهي بتحكي اتعصبت، واضح ان مفيش حد عيني باصص لها. وقبل ما يجي هيمر باختبارات بس يجي مفيش حد باصص لي. طب افرضي ان حد هوهو، يعني هتقولي له لا؟ لا لو طلع وجري وسابني طب ده يبقى اعمل بيه ايه؟ طيب ضلها وهو لا ضل حيطه يا اختي اسكتي. لا لا بس هو يجري وانا اجري وراه اجيب امه. هو يجي لي تربي كلب وانا هبعد عنكم الكلاب خالص، هقف اهش الكلاب. انا بحب الكلاب اصلا فما ينفعش ان انا الراجل اللي عشان كده مش لاقيه ولا راجل. هنجيب لك صالح سليم. هجيب لك صالح سليم بكلبه. هسال البنت مين المذيعات اللي فينا ما تحبيش معاه في الاسانسير؟ لازم بدري حاملك. مالها بنت بدرية يا بنت؟ هقول لك ليه؟ ليه؟ طب سيبيها تشرح موقفها. سيبيها معلش تشرح موقفها. هقوم اجيبها من تشرح. معلش يا بدرية من ورديتها. بس الوردة يقع. قولي يا حبيبتي ونعم كده ومش مركبة اكستنشن. طب خليها تقول اللي عندها. اقوالك ايه؟ لان هي هتبتدي تزعق لنا، ممكن تضربني انا، يعني انا مش دعوه انا محبوسه معاها. خليها توترت جدا فوترتني جدا فهتبتدي تزعق لي فانا مش عارفه اعمل ايه. يا سمعتك بدريه بايظه يا بدريه. بدريه نو نو والنعمه الشريفه يا بنتي ما هضربك في الاسانسير ده انا هتنفضيني وعيط. بدريه انت مجنونه جدا. لا ثواني ما تبتدي طالعه دي. سيبوني يا اميره. سيبوني طالعه. اتفضلي. بدريه غلبانه جدا جدا وحنينه جدا، وسيبك بقى من الحركات دي، هي في الحقيقه اغلب من الغلب. ايوه ما هي تتوتر عشان انا وهي. انت مش هتش عليا تاخدي ربع جنيه. بدريه دي تديها الصبح خيارايه تمشي معاكي بقيه اليوم زي الفل، اخر اليوم تفاحيه تنام ما تنطقش. انا بس عايزه اقول حاجه، هي من خوفها على عليا كمان، يعني هي في الموقف هتبقى متوتره فهتبتدي تاخد اكشن ضدي. انا قلت لا يا حبيبه قلبي والنبي حطك في حضني كده هنا. لا لا هتحطك مع العدسات يا بنت اللي هاخدك وطبطب عليكي كده. على فكره صغيره عادي يعني. بتقول لك من خوفها عليا وهي تعرف انك هتخافي عليها اصلا، انت تعرفيها اساسا. لا عشان انا عندي بنات حلوين زيها كده. ماشي اوكي حلو عجبتني الاجابه فهعديها. حرجتك يا هيك. طيب قولي لي بقى لو رحتي فرح واحده قريبتك ولقيتي ان العريس الولد اللي بتحبيه او حبيبك اصلا. اوكي هروح عليهم، هم قاعدين في كوشه. هروح عليهم بثبات انفعالي جدا وهقعد جنبهم في النص. قلت لها بصي يا بنت الحلال الواد ده نصاب ماشي وبيتجوز كل شويه واحده بياخد فلوسها ويطلقها ويرميها. تقبلي عليه وانا واحده من دول وحظ جه كده بس وهسخنها عليها تقوم تضربه. هتبوظ الجواز يعني؟ طبعا. انا احب البنت الفايتر، ما احبش البنت الضعيفه. لا مش هتعيط يعني واللي تقعد تتقهر وتروح تبوظ له الجوازه وتجيبها ارضا عشان تبقى بنت جدعه. طيب اسالك بقى. شايفه مين من ال مش عارفه اقول ايه، من نفس سنات الاخرين معاكي في البرنامج اقوى من الثانيه؟ شايفه مين من نفس سنات الاخرين اقوى من الثانيه؟ سقفوا لي بقى يعني مره اخرى. انا عندي الحق اني ما ردش. اوكي هسالك سؤال بديل. ويمكن انا شايفه نفسي اقول. طب لو قلت لك قلدي واحده فيهم تقلديها ازاي؟ اقلد واحده فيهم؟ طبعا مش عارفه هي هتقلد مين. طبعا انا هقلد شيماء وهي بتنادي على الاسيستنت بتاعتها ياسمين. ياسمين ياسمين في حته ان في هنا ياسمين ما شاء الله الحجره. انا ياسمين دي كل حياتي. ياسمين وشلم كل حياتي. طب قولي لنا واحده يا ياسمين كده. ياسمين اهو ياسمين. طب يا ميرا مش قاعده ليه بقى؟ يعني احنا قاعدين مع بعض مش عايزه ايه؟ طب نسالها سؤال حرام نسيتها اساسا. يلا اساليها السؤال الاخير الخطير ومشيها. اوكي وما تديهاش الحاجات الحلوه. طيب لو مطلوب منك ان انت تطيري واحده مننا في البرنامج. يلا هي خربانه خربانه بدريه. الله يا بنتي اقعدي 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 البنت دي اقعدي اقعدي. طب ثواني هسالها ليه؟ تطيري مين اللي تشيل رقبتك؟ خلونا نختم الفقره. مش
عشان هي خلاص استوت وهي غلبانه رفيعه كده وسفيفه وما تستحملش. بس طلع منها بلاوي. طب معلش يا هدي، ممكن بس اخر حاجه تساليها، هتطير بدريه ازاي؟ طب هتستفاد منها بما انها ما بلاش، بدل ما تقوم تضربني بجد. لا انا قاعده ساكته وانا وش اهو طياره ازاي؟ اهدي يا منى اتفضلي. هجيب صاروخ وارميه تحت الكشك. ميرا مرسي، كفايه عليكي كده، اتفضلي بقى بره في الصالون مع زميلاتك. اوكي باي باي. كلام تاني مع سامي انا. حد كبير راضي عن ادائي، بس يعني برضو شويه في الاول كنت متوتره وده كان مضايقني. هنطلع فاصل ونرجع نعرف مين من المتسابقات هيكملوا ومين هتمشي، استنونا. ورجعنا بعد الفاصل للفقرة الحاسمة، الفقرة اللي هنتفق ونختلف فيها أنا وزميلاتي على مين هيقعد ومين هيمشي. أنا حاسة أني أخسر، مش عارفة، حسيت أني يعني ما كنتش أنا اللي بنفسن عليهم، حسيت أني خليتهم هم ينفسنوا على بعض، فمش عارفة هل ده المفروض أني كنت أعمله ولا لأ؟ أنا أكيدة من إحساسي إن أنا هخسر، لأني يعني ما كنتش زي المرة اللي فاتت خالص، يعني إن شاء الله هكسب، بس يعني في 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 جوايا حتة كده، حتة خوف. بس قولوا لي يا ستات يا جميلات، إيه رأيكم في البنات؟ ان واحده تنفسن جامد وانت موجوده وانت منفسنا الاصل، دي حاجه مش حلوه ابدا. لا انا كنت سبتك انت وهدي تنفسنوا، مش هسيب دي تنفسي انت وهدي. لطيفه جدا ولذيذه وعرفت تاخد وتدي بشكل ودي. بشكل ودي جامده جدا جدا جدا، لانها كلتك وحطت عليك من الاخر. يعني هي كده المساله عندك، كلمه تجيبك وكلمه توديك. انا مهزوزه حتى. شوفي عندما يعجز اللسان عن التعبير هقول ايه؟ ولاني ديمقراطيه فالاغلبيه هي اللي هتحكم وتكسب. سايلنت بليز، النتيجه النهائيه. تفنزلوا تفنزلوا يا بنات يا بنات يا بنات، واللي ما شافتش بنات، انا بحبكم قوي، وعايزه اقول لكم كده مبدئيا ان من حظي الوحش ان انا النهارده اللي هقول النتيجه، وانا ما بحبش اللحظه دي عشان ما بحبش ازعل واحده فيكم تمشي، بجد بتضايق من اليوم ده، فعايزاكم ما تزعلوش مننا وما تزعلوش لو نفسنا عليكم، بس هو ده ايه، سلو بلدني. ماشي، عايزين تقولوا لهم حاجه الاول ولا نسقط قبل ما نذبح؟ هقول حاجه سريعه. اتفضل. عايز اقول لكم ان انتوا الثلاثه كنتوا كويسين النهارده، وان انتوا كنتوا احسن كتير من اول مره، وتطورتوا بسرعه جدا، ولقطوا المواضيع، وكنتوا جايين جاهزين ومحضرين وفاهمين هتقولوا ايه ورايحين على فين، وده خلى مهمتنا احنا اصعب كتير. انا فرحانه بيكم قوي، وحاسه ان انتوا مني، يعني الكم مره اللي انستونا فيهم المرتين دول، بجد انا فرحانه بيكم، وحاسه ان انتوا قربتوا مننا قوي. اتمنى لكم التوفيق. ميرسي. انت يا ميرا ففكرتك كانت خطيره، يمكن عشان انا وبدريه الكبيره حطينا تطشتنا الاخيره. لا بس خدي بالك، هي كان ممكن تهنج، لكن هي سدت برضه، ما وقفتش، ما علقتش بالزبط. وختمتها بصاروخ. ما هو ده بقى اللي هيخليني ان انا اقول لك يا ميرا ان انتي هتكملي معانا. مبروك. ميرسي. مبروك يا جميله. مبروك. ميرسي. لا يا حبيبتي، وحياه ساميه. وحياه ساميه. ودلوقتي الموضوع صغر وبقى ما بين اسماء وبري. ارجع تاني واقول لكم ان انا بحبكم. عايزاكي يا اسماء تفضلي بصي لبيري، وهقول لك على كلام عايزاكي تقولي هولا. اوكي اوكي
قولي لها انت كنت هايله جدا جدا، انت كنت كويسه جدا جدا جدا، بس للاسف انا اللي كسبت النهارده. هارد لك يا بيري، وبجد بجد بجد انت كنت هايله وانا بحبك جدا جدا، بس فعلا الموضوع كل ما بتقل العدد وكل ما بتقل المنافسه كل ما احنا بيبقى الموضوع صعب علينا، فبجد ما تزعليش مننا. وبكده اتأهلت معانا أسماء ومير. بيري بقى قدامها فرصة ترجع تاني بالجولدن كارد. خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة من نفسنا. فلوس اخدتها معلم، وخدتش كلمه السر اخدتها معلم. يعني ضربوك على قفاكي؟ عطوني في صدافي. الله. امشي على مهلك دنجه دنجه، ومن هنا جاء الدلنجاب. في الدركسه في الدقهليه في، لا في الدراجز، لا الدراجز ليكي فيه دراجز، لا اسمها الدراكسه. جي سوي مدام باليه. ارقص على الانتريه. وي 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 سوف غاتي تول مدام حمار. عشت في شقه مديحه. طب ما تحكي لنا اللقطه من كتر الحمار دي. طبعا سبت الحمام زي ما هو، الحمام ده يعني اللي كان بيطلع في الافلام اللي هو كل مريات ده. ده وسماعات وقعدت في البانيو. نفس المكان. اكيد مبسوطين بس زعلانين يعني عشان بيري. انا اخترت ان هي تطلع، بس غصب عني اني اخترت كده لان انا كنت شايفه فعلا ان ميرا احسن منها يعني، او يعني تعبت اكتر منها. انا اكيد مبسوطه جدا، مضايقه ان بيري طلعت، بس انا لما اخترتها ما اخترتهاش عشان هي قالت ميرا خالص، بس لاني فعلا شفت ان اسماء كانت اقوى يعني. هي في الاول وفي الاخر فعلا لعبه، وهي افضل في اماكن تانية يعني. هي عارضة ازياء زي ما هي قالت، وعارضة ازياء جميله جدا وشاطره، وهي كمان جميله، فهو ده السبب ان ما فيش اي حاجه نفسيه خالص.